ما مدى صحة الحديث الذي يقول إن الله يعجب لشاب ليس له كبوة كما نرجو له صبوة صبوة وكتب كبوة كما أرجو بيان السن التقريبية التي تبدأ بها فترة الشباب وتنتهي بها؟ هذا الحديث مشهور ولا أعلم حاسنا به الآن. وهذا من شاب ليس صبوة يعني ما ليس له ما يفعله الصبيان وما يفعله الشباب من الوقوع في المعاصي والسيئات في أول أعمالهم يعني من حين نشأ ونشأ في عبادة الله وطاعة الله ليس له صبوة ليس له أوقات انحرف فيها عن الهدى بسبب الشباب هو محل العجب من الله لكن لا أعرف الآن حال الحديث هل هو جيد السند أم لا وهو مشهور معروف لكني الآن لا أعرف حال سنده ولعلي ألاحظه إن شاء الله وأبين في جمعة الآتية إن شاء الله فترة اللي تبدأ بها سن الشباب وتنتهي الله أن المراد بذلك أول الشباب يعني المراهقة ثم بعدها من البلوغ يعني السنوات الأولى من عمره بعد عند المراهقة وبعدها نعم.